الصلاة عبادة، الله عز وجل أمرنا أن نعبده. بصرف النظر عن الفوائد المادية الجسمية والاجتماعية بالعبادة، العبادة طاعة لله عز وجل، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. إذن ومن آياته منامكم في الليل، فالنوم من نعم الله الكبرى. لكن بالنوم في حالات كثيرة، يعني الإنسان حينما ينام ينخفض نبض قلبه إلى 50 تقريبا، الإنسان السوي الصحيح المعافى نبضه 80، إذا آوى إلى فراشه ينخفض النبض إلى 50 نبضة. حينما ينخفض النبض إلى 50 نبضة تبطئ حركة الدماء في الأوعية، وإذا أبطأت هذه الحركة قد يترسب بعض الذرات الدهنية على جدران هذه الأوعية. وفي مقولة قالها الأطباء، الإنسان عمره من عمر شرايينه، لذلك أي شيء يساعد على برونة الشرايين هذا يطيل العمر بمفهوم علماء الإحصاء طبعاً، هو عمر عند الله ثابت. لكن كملاحظة، لك عند الله عمر معين، وقد يكون 86 سنة وأربعة أشهر وثلاث أسابيع وخمسة أيام وأربع ساعات وثمان دقائق وسبع ثواني، هي ثابتة. بس باختيارك إما أن تمضي هذا العمر قائماً متحركاً نشيطاً أو طريح الفراش، الحالة هذه أو تلك باختيار الإنسان، أما العمر كعمر لا يتغير. هذه باتباع السنن. نعم. فالنوم المديد له مشكلة، لما الإنسان يؤوي إلى فراشه ينخفض نبض القلب إلى 50، فإذا انخفض إلى 50 تباطأ الدم في حركته في الشرايين، وإذا تباطأ بعض ذرات الدهون العالقة بالدم تترسب على جدران الشرايين. والإنسان كما قلت قبل قليل عمره من عمر شرايينه. لو تصورنا إنسان لم يمت لا بجلطة ولا بشلل ولا 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 سكور 100 نوع من الموت، كيف يموت؟ آلية الموت بتصلب الشرايين. القلب لما ينبض يضخ الشريان مرن، مرونته تتجاوب مع القلب، فالشرايين قلوب، هي ضخات تضخ الدم. لما القلب نبض الشريان توسع. نعم. لأنه مرن، معنى مرن أنه يزداد حجمه ثم يرجع إلى ما كان عليه، مثل المطاطة تماماً، ينتفخ ويعود، بتمط معك تركتها بترجع. فالشريان مرن، مرونته تسبب مساعدة للقلب، يعني الشرايين قلوبي الحقيقة. لو واحد وضع يده على الشريان هنا يشعر بالنبض، يحس بالنبض. نعم. معنى الشريان يتجاوب مع القلب، فلما الشريان تترسب الدهون على جدران الأوعية المرونة تضعف، وإذا ضعفت المرونة ازداد الجهد على القلب، وأحد أسباب أمراض القلب تصلب الشرايين، بل إن عمر الإنسان من عمر شرايينه. لذلك الإنسان لما بينام، لما حينام النبض يرجع للخمسين، والدم يتباطأ في الشرايين، والمواد العالقة الدهنية تترسب في جدران الشرايين، عندئذ تضيق لمعة الشريان، أي حدقته أو مساحته، خطوطه، القلب يتعب. أما لو في كل أربع ساعات حركة، لذلك في أشخاص لا علاقة لهم بالدين أصلاً ولا بالإسلام نوعاً، إلا أنهم كعلماء لما الإنسان بعد أربع ساعات بيتحرك، الحركة هي خففت هذا التصلب في الشرايين. لذلك قالوا الإنسان عمره من عمر شرايينه. والبطولة الإنسان يعيش عمر مديد بصحة طيبة. الصحة الطيبة يعني أنا بقول أسمن شيء بالحياة أن تعرف الله أولاً، وأن تتمتع بصحة ثانياً، وأن تملك ما يغطي نفقاتك. لذلك من أصبح منكم آمناً في سربه، في بيته يعني، معافاً في جسمه،
عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. يعني صحة طيبة، دخل كافي، راحة نفسية. نعم سيدي. إذن يعني النوم المديد حله أن يستيقظ الإنسان بعد 4 أو 5 ساعات، وهذا ما يفعله نحن المسلمين. يعني شيء دقيق جدا. أنا كان دكتور في الجامعة حكى لنا عن موضوع الكآبة، قال هذا المرض النفسي يعاني منه في العالم الغربي بالمية 152 بالضبط. طيب ليه ما بالمية 152؟ يعني 100 إنسان معهم كآبة و50 معهم كآبتهم. قال هذه الظاهرة المرضية غير موجودة في الشرق الأوسط لسبب واحد، هو أن هناك إيمان بالله. هذا الإيمان بالله، في إله يرعاك يحفظك، في إله يستجيب لدعائك، في إيمان بالله يعينك على طاعته، على علاقتك الطيبة مع من حولك. فالإيمان بالله له دور كبير جدا. سيدي هنا يحضرني سؤال. لا شك أن الصلاة صحة، وهذا أحد يعني ما تفضلتم به، أن الإنسان يستيقظ بعد 4 أو 5 ساعات، وهم يؤدون حركات رياضية ونحن نؤدي صلاة الفجر أو نذهب إلى المسجد ونؤدي، فكأننا بذلك نمنع النوم المديد. لكن بس دقيقة واحدة، الإنسان حينما يسجد بحكم الجاذبية يهجم الدم إلى الرأس. نعم. هذا الهجوم إلى الرأس يبعد عنه الجلطات الدموية وضيق الشرايين، لأنه في تدريب يومي. لما سجد الدم هجم إلى الرأس، الشرايين حينما جاءها الدم الكثيف توسعت، من توسعها وتقلصها تنشأ ما يسمى بالمرونة. شرايين الدماغ إذا كانت مرنة يخدم معه الدماغ إلى آخر حياته. نعم. وهنا السؤال الذي أريد أن أسأله حتى يعني يتضح الصورة عند الإخوة المشاهدين. يعني البعض يقول يعني عندما نتحدث عن فوائد الصلاة الصحية، وهل الصلاة من أجل الصحة؟ لا. نعم. الصلاة عبادة، لكن لا يمنع أن تؤدي هذه العبادة لله وحده، ويكون فيها أن تعقد خلال الصلاة صلة مع الله، أن تستنير بنوره، أن تأخذ من رحمته، من كمالاته. هذا لا يمنع يكون هناك فوائد من نوع ثاني. أما أنا أن أعرف الصلاة بأنه صحة، لا، غير صحيح. الصلاة عبادة، الله عز وجل أمرنا أن نعبده. بصرف النظر عن الفوائد المادية الجسمية والاجتماعية بالعبادة، العبادة طاعة لله عز وجل، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة ليست قسرية طوعية، ممزوجة بمحبة قلبية. ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. جزاكم الله خيرا سيدي.